الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل ده؟ معقوله اللي قريته في الورق ده؟ ده كل امنيه من دول جريمه لوحدها. معقوله دي الطريقه اللي ولادي بيفكروا بيها؟ ويا ترى ايه في الامنيات الزباله دي بقى تبقى امنياتهم؟ طب وجميله اتمنت ايه يا ترى؟ ده غير صدمتي في ابويا وحماتي وحمايا. رحمتك يا رب. عزيز، ما تطفي المنبه الزفت ده او غير الرنة دي. معلش. ها شريف، ها صباح الخير يا ابني. فجري ايه اللي بصحيك منه؟ الساعة 6 دلوقتي. طبعا انت لا عندك عيال ولا متجوز، يا دوبك تصحى تروح على البنك على طول. المهم يعني يا ريت تبلغ لي مرضي النهارده. لا مفيش حاجه، شويه انفلونزا بس. الله يسلمك. ماشي، لو في اي حاجه بقى كلمني. سلام سلام سلام. ماشي، اديني خدت اجازه وهربيكوا واحد واحد. قولي لماما ان انا ما باكلش البيض كده. طب ما انا كمان ما باكلوش كده. وبعدين بتقولها انت وانا مالي؟ انا ما بكلمهاش. بقول لكم ايه، انتوا الاثنين الفطار كل يوم هتعمل كده، نوع فول واحد، نوع جبنه واحد، نوع بيض واحد، اللي مش عاجبه يقوم يطبخ لنفسه. انا ما اتكلمتش، كريم هو اللي معترض. جود مورنينج يا كريم. جود مورنينج يا ياسمين. جود مورنينج دادي. ولا تحبوا نقول يا صباح البهجاجه؟ عبد العزيز، مش قلنا بلاش الالفاظ دي قدام الولاد؟ نفسي اطفش واسيب لهم البيت. نفسي ارجع الكار. نفسي اخليه اسعد واحد في الدنيا. امال فين الشكشوكه يا جميله؟ نعيده كمان مره، كل يوم الفطار هيبقى كده، نوع فول واحد، نوع بيض واحد، نوع جبنه واحد، اللي مش عاجبه يعمل لنفسه. امال يعني ازاي عايزانا ابقى اسعد راجل في العالم؟ وانا مالي انا يا عبد العزيز تبقى اسعد واحد ولا اتعس واحد؟ جرأ ايه؟ تبقى دي مش امنيتها، امال هتكون ايه يعني؟ نفسي الحمل يكمل المره دي. ايه يا جميله، ما كملتيش اكلك ليه؟ مش قادره، ماليش نفس من الصبح وانا نفسي غم عليا. لا ما تكمليش ما تكمليش. ها هو انا صحيح مش قادر على مصاريف كريم وياسمين، بس طبعا الحمد لله يا رب على كل اللي تجيبه. وهو لو بنت اسميها دلال عبد العزيز، ولو ولد يبقى احمد عبد العزيز. حبيبتي سيبي انت الاطباق، انا هلمها عشان تلحقي انت تروحي المدرسه. لا يا حبيبي، ما انا ما عنديش الحصه الاولى، ممكن تاخد الولاد توصلهم المدرسه في طريقك؟ لا ما انا برضو ما عنديش الحصه الاولى، خلي بالك. هو انت كمان في البنك عندكم حصص؟ لا مش حصص، يعني انا اصلي قبل ما اروح البنك هروح على الفرع الرئيسي، يعني عندي مشوار مهم جدا فمش هلحق. فخديهم انت بقى بتاكسي ووصليهم المدرسه. ها ايوه، وما توديهمش انت ليه يعني؟ انا مش فاهم. ما انا بقول لك يعني الفرع الرئيسي في ناحيه والمدرسه بتاعت الولاد في ناحيه ثانيه، فمش هينفع يعني. ما انا كنت عايزه استغل الوقت ده وانزل اجيب خزين الشهر من السوبر ماركت الصبح كده وهو رايق. انا عندي حل يا جماعه يريحكم كلكم. بما اننا عاملين مشكله، احنا ممكن نقعد النهارده من المدرسه. وحياة امك عبد العزيز، بلاش الالفاظ دي قدام الولاد. طب ايدك بقى يا مامي على 50 جنيه عشان نركب تاكسي للمدرسه. وحياة امك. شفتي كلمه عاديه جدا بتتقال من الاباء والامهات لما عيالهم يبقوا لبط كده يعني. كل واحد فيكم ياخد 20 جنيه يصرف بيهم نفسه، روحوا بميكروباص او اي حاجه. ايه ده؟ لا طبعا، مش هنزل انا ميكروباص قدام اصحابي. يا حبيبتي خلاص روحي ماشي وخشي عليهم في الحصه الثالثه. يعني انا مش فاهم، انتوا عندكم مشكله نستحملها احنا ليه من المصروف بتاعنا؟ هي اصلا كلها 20 جنيه، ما بتجيبش حاجه من الكانتين. ولا لا سيب لي خلاص يا عبد العزيز، انا بقى الطلعه دي. ال 20 جنيه يا حبيبي اللي مش عاجبينك دي يعني 600 جنيه كل واحد فيكم، يعني 1200 جنيه في الشهر من لحمنا الحي.
اول مرتب لابوك في البنك كانت 600 جنيه، خدهم وجري على بيتهم بس ايد ووش وظهره وقعد يرقص طول الليل علي الضحكايه لحد ما جابوا له البوليس. يلا 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 تعالى على المدرسه بتاعتكم، اتكلوا على الله اتكلوا على الله، يلا يلا اتكلوا على الله. يعني كان لازم تقول لهم على الحكايه دي، علي الضحكايه علي الضحكايه علي. محمد منير ده عليه اغاني. استنى 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 كده يا كريم، امشي امشي جنبي امشي. في ايه بتخنفري ليه؟ بقول لك يا كريم انا مش طايقاك، انت رفضت تحط مصروفك على مصروفي وناخد تاكسي وركبت لك ميكروباص الحيوان ده. انا ما حطيتش مصروفك على مصروفي وما خدناش تاكسي وخدني ميكروباص الحيوان ده عشان مش مستغنى عن مصروفي. انت بتتكلم عادل يا كريم؟ سلام هتقفي ياسمين. ما كنتش شافتني يا رب. ياسمين تخبي مني ولا ايه؟ هو ايه دينا ازيك؟ هو انا استخبى ليه يعني؟ يعني عشان الميكروباص اللي انت لسه نازله منه. لا طبعا انا كنت بس بس خلاص خلاص، واضح ان الشخصيه اللي انت واخداها فيلم السقا شخصيه بنت غلبانه يعني بتركب ميكروباصات وكده، فانت حبيتي تعيشي الدور يعني صح؟ ايوه بالظبط كده. طب يلا بينا بقى لحسن حاسه المسح تبدا. يلا. جزمتها ازاي؟ ده انا بقالي اسبوع بلبسها. مشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده هنقدم لحضراتكم طبق ظريف وخفيف، هنقدم فراخ مع لوك فور سورس. هنشوف مقاديرنا مع بعض. عندي صدور فراخ، بصل مفروم، ثوم مفروم، لبن، ملح وفلفل، زبده، انواع الخضروات. ومعانا اتصال تليفوني من القاهره الاستاذ عبده. صباح الخير. صباح الخير يا شيف، ازيك؟ صباح الهنا، كل سنه وانت طيب يا فندم. وانت طيب يا حبيبي. اصل احنا امبارح كنا سهرانين عند بنت جميله، وبنت جميله دي معاها جوزها اللي اسمه زيزو، هو في الحقيقه مش اسمه زيزو، هو اسمه عبد العزيز. كلنا بقى بننده نقول له يا زيزو يا زيزو، ما عدا مراتي بقى، مراتي سكينه دي اصلها ابن عمك حاجه كده يعني حما حما يعني، تملي ايه تقول له يا موكوس يا موكوس. معلش يا استاذ عبد لو سمحت بتسال علي عشان وقت البرنامج يا فندم. انا بتصل بالبرنامج بتاعك ده من ايام ما كنت انت فاشل مش موجود. كنت انت يا دوبك تشيف يا دوبك بتقشر بطاطس وتغسل الحلة والحاجات دي حتى. الو انا بتصل بيه طبعا. ايوه برنامج الطبيخ امبارح تسالني انا انا عايز اعمل مداخله ضروري. انا اسف جدا الخط اتقطع. طب انا استاذن حضراتكم ناخد فاصل وارجع لكم تاني. حتى بطوق الطبيخ مش عاوزيني اتفك معاهم. ايه ده ايه ده، انت مش عارف انت بتكلم مع مين؟ طيب طيب من فضلك بعد ما يخلص الفاصل تدخلني على طول على الهوا بدل ما طين عيشتك. اسمي اسمي مدام مدام سونيا من اسكندريه. ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. انا مدام سونيا من اسكندريه. صباح الخير. السلام عليكم يا فندم، انا كنت عايزه استفسر على حاجه. اتفضلي يا فندم. هي فوائد البنوك حرام ولا حلال؟ لا يا فندم ده برنامج طبخ مش توك شو. ايوه ايوه انا عارفه عارفه، بس كنت عايزه اسال على حاجه كده. اصل في واحده صاحبتي عرفت ان جوزها عنده 250 الف جنيه في البنك عاملهم وديعة، فهي كانت عايزه تعرف يعني يا ترى. الصوت ده انا سمعته فين قبل كده؟ معلش يا مدام سمية انا كان نفسي افيدك حقيقي، بس ده برنامج طبخ. سمعته فين يا عبده؟ سمعته فين؟ لا. طيب اقعد وانا اشرحه لك. الحجاج كان بيقصد يا اولاد ان الراجل بيبقى راجل بنفسه، مش عشان ابوه راجل مهم وبيتحامى فيه. يعني يا مستر اللي بيتحامى في ابوه ما يبقاش راجل. طبعا. طب بقى اللي بيتحامى في امه ده بقى بيقولوا عليه ننوس عين امه. طيب يا اولاد اشوفكم بكره ان شاء الله، سلام عليكم. حلوه ننوس عين امه دي، قصف جابها على ابوه. طب مش نحترم نفسنا بقى ولا ايه؟ خلاص يا جماعه محدش يضحك، عشان كيمو لو اتنرفز ممكن يجيب لنا ماما. انا بقى هوريك ننوس عين مامته هيعمل ايه. ولا ولا ولا, ولا. تعالى قول له. مع السلامه يا ست ام كريم. مع السلامه يا استاذ عبد العزيز. ايه انت قلت ايه دلوقتي؟ مين الست ام كريم دي؟ حضرتك يا بني ادم. معلش يا جيجي انا فاهمه،
ما اسمهاش ام كريم. تفهمني ايه يا استاذ؟ مش ابنك اسمه كريم وهي امه؟ يعني هي ام كريم ولا انت مش امه ولا في ايه؟ يا بني ادم يا بني ادم، هي امه فعلا. لكن هنا هو لازم تقول لها يا مدام جميله. صلي على النبي. عايز تصلي؟ صليت على النبي. بص يا استاذ، عندنا في سلو بلدنا الست تتنادى باسم ابنها البكري. لا الكلام ده عندكم هناك في البلد، لكن هنا تندهني باسمي، مفهوم؟ مفهوم يا ست جيجي. ايه جيجي دي يا ابني؟ اسمها مدام جميلة. مش انت قلت لها جيجي؟ اعرف مني اتنام الجيجي. انا بقيت اتضايق. ولا اهبط عبد العزيز، انا همشي عشان ضغط. انت ماشيه منين كده؟ اه كويس، انا راكب العربيه هنا. اتفضلي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مش هي اسمها جميله وهو اسمه عبد العزيز؟ امال ايه جيجي وزيزو دي؟ شكلهم كده عاملين عصابه. ايه يا ست جميله، ايه اللي رجعك تاني؟ شش انت تسكت خالص. ايه ده يا جميله، انت ايه اللي رجعك؟ والله لسه سائلها قالت لي شش خالص. شش خالص. انا مش عارفه، متهيألي سبت البوتاجاز والع. انت ايه اللي رجعك؟ لا مفيش، انا سبت الورق والع، سبت الورق نسيته يعني، فهطلع اجيبه واتاكد من البوتاجاز. اتكل انت على الله. بقول لك ايه؟ اطلع مع مدام جميله شوف لها تاكسي واطمن انها ركبت. ها؟ طم. يلا مع السلامه يا جميل. اتفضلي يا مدام شيش. شش تنيل امشي.